بالترحاب استقبل الإيرانيون الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع الدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي، حيث احتشد المئات رافعين الأعلام وباقات الأزهار في مطار مهرباد بطهران لاستقبال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في أعقاب عودته من محادثات جنيف. واعتبر المحتشدون أن الاتفاق الذي يحد مؤقتا من أنشطة طهران النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها هو انتصار لبلدهم. معظم العقوبات المفروضة على إيران كانت تضرب الاقتصاد، ما فعله السيد ظريف أدى إلى الإفراج عن بعض الأصول، كما فعل أشياء أخرى جيدة. أعتقد أن الأمور ستسير إلى الأفضل، نستطيع أن نرى هذا في الشارع، فالريال ارتفع وأسعار الذهب انخفضت، من الواضح أن الأمور تتحسن. بعد سنوات من ممارسة الضغوط على إيران، اعترفت أخيرا الدول الكبرى بحق إيران في التخصيب، إنه أمر يدعو لفخر كل إيراني. في المقابل أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطوة من شأنها تبديد مخاوف تل أبيب بشأن الاتفاق الأخير الذي وصفه نتنياهو بالخطأ التاريخي.